تتذكروا مفاجأة بنك الوطن العماني لعيد الأم؟ خلينا نخبركم كيف كانت الرحلة. أول شيء استقبلناهم، وصلنا المطار، وهناك كانت مفاجأة تنتظرهم، أبغريد للدرجة الأولى في القطرية. وصلنا الدوحة، نزلنا في جراند حياة، حطينا الشنط وعلى طول طلعنا نتسوق في إزدان مول. ونهينا يومنا بعشاء في مطعم ذا فيلج. طبعا ما تحلى الرحلة إلا بالسلفي. رفيق الدرب شباتي وكرك. وعشان نختم الرحلة رجعنا نتسوق نتسوق ونتسوق. وهذه كانت قصتنا مع عيد الأم. خلكم مع بطاقاتنا وانتظروا مفاجآتنا. ما تعرف يمكن تكون من نصيبك المرة الجاية. وما ننسى نشكر OUA على تنظيم الرحلة.